اهلا بيكم معايا من تاني فيديو جديد وفكره جديده. يا رب تكونوا كلكم بالف خير. لاول مره بتابعني معاكم غدا. النهارده ان شاء الله بنسبه شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين. حابه انفذ معاكم فكره الفانوس ده ومن الورق. شكله جميل جدا وبسيط وطريقته سهله، ان شاء الله تعجبكم. كل اللي هنحتاجه، هنحتاج ورق التصوير اللي هو A4، الورق الملون هتلاقوه بيتباع في المكتبات، ده شكله بيتباع بالدسته او بالوحده. الدسته فيها حوالي 100 ورقه ب 25 جنيه. هو نوعه خفيف شويه عن ورق الكانسون. كمان ممكن تستخدموا ورق اللي هو الكانسون، برده هتلاقوه بيتباع في المكتبات. نوعه بيبقى اثقل شويه من الورق دوت. ممكن كمان تستخدموا ورق اللوح او ورق كراسات اللي هو بتاع الرسم الاسكتش. اي نوع متوفر عندكم من الورق عشان تنفذوا بيه الفانوس دوت. وهنحتاج مسدس شمع او جلو، وهنحتاج مقص ورقتين من ورق اللي هو A4 اللي هو الحجم A4. هنبدا اول حاجه نقصها على شكل مربع. طبعا ممكن تعملوا المقاس اللي انتوا حابينه، يعني ممكن تكبروا المربع زي كده او ممكن تصغروه عشان لو حابين تكبروا في حجم الفانوس او تصغروه. هنبدا نكتب الورقه بالشكل ده. والجزء الزياده ده هنقصه بالمقص. نبدا نفرد الورقه بالشكل ده، وهنبدا نتنيها على شكل مستطيل. يعني الجزء اللي احنا قصيناه مثلث هنبدا نفتح الورقه كده وهنتني الورقه مستطيل بالشكل ده. بعد كده هنبدا نتني ورقه تاني بالعكس، هنبدا نلف الورقه كده وهنتنيها تاني برضو مستطيل. طلع معايا تانيتين مستطيل بالشكل ده. هنبدا نفتح الورقه وهنبدا نجيب الجزء المثلث اللي احنا تنيناه، هنتنيه تاني وهنجيب الجزء ده وهنتنيه على الجزء ده. هنبدا نفتح الورقه وهنضغط بصابعنا في النص وهنبدا نتني الاجزاء دي كده. فكرته سهله جدا. بعد كده هنبدا نتني الاجزاء دي علشان خاطر نبدا نعمل اللي هي الكسرات بتاعه الفانوس دي. هنبدا نتني الورقه دي على الجزء اللي في النص، يعني هنتني طرف الورقه دي على الخط اللي هو في النص بتاع الورقه. بعد كده هنبدا نفتح الجزء ده بايدينا. هنعمله على شكل مثلث تاني وهنتني الورقه دي عليه كده، يعني هنجيب الطرف دوت لبره. والجزء ده برضو هنعمله بنفس الطريقه، هنتني المثلث على الخط اللي في النص. هنفتح المثلث تاني وهنبدا نتني الطرف ده اللي جوه على الطرف اللي بره علشان يطلع معايا شكل مثلث بالشكل ده. هوريكم نفس الخطوات تاني مع الجزء ده. هنتني المثلث لجوه وهتبدأوا تفتحوا وهتتنوا القصرة دي برا. وهتجيبوا الجزء اللي من جوه وهتتنوا على الجزء اللي برا. دي اهم خطوة في الفانوس. هنتني الجزء ده على الجزء اللي بره. طلعت معايا بالشكل ده. هنعمل الورقه الثانيه بنفس الطريقه. جهزنا الورقتين بنفس الشكل زي ما انتم شايفين. بعد كده هنبدا ندخل الاجزاء دي في بعض. هنجيب الجزء اللي هو المثلث من تحت وهنبدا ندخله في الجزء اللي هو مش مثلث. هنبدا ندخلهم، يعني هتبداوا تركبوا الورق مع بعض.
هندخلها كده، دي اول واحده. تبداوا طبعا تدخلوا جزء جزء عشان يظبط معاكم اكتر. كده دخلنا كل جزء في التاني، هنبدأ بعد كده نظبط شكل الفانوس. هنتأكد ان كل الاطراف دخلت. هيطلع معايا بالشكل ده. جهزنا الجزء اللي هو الاساسي بتاع الفانوس. هنجيب الورقتين اللي احنا قصناهم زيادة من الورق دوا، وهنبدأ نقص منهم شريطة مثلا عرضها حوالي 1 سنتي، والطول اي حاجة مش مشكلة، يعني مثلا ممكن تاخدوها بطول الورقة. هنبدأ بعد كده نلفها على شكل اسطواني. هتلفوها كده هتطلع معايا بالشكل ده. هنعمل الورقة البامبي برضو بنفس الطريقة. كده هنجيب اي حاجة مدورة عندنا، حاجة بس تكون حجمها كبير شوية وحاجة اصغر منها. بعد كده هنبدأ نحددها على الورق الملون. هحدد اللي هي الدايرة الحجم الكبير على الورق البامبي. الحجم الصغير هحدده على الورق الازرق. بعد كده هقصهم بالمقص. بعد كده هنبدأ نتنيها نصين. بالشكل ده. بعد كده هنبدأ بالمقص نفتح فتحة لحد الجزء اللي احنا تنيناه. وهنحط صمغ. هنبدأ نقفلها عليه بالشكل ده عشان دي هتبقى القاعدة بتاعت اللي هي الفانوس. الورقة الصغيرة ممكن نعمل لها شكل، يعني ممكن نعمل لها شكل مموج كده، ممكن تعملوها بمقص مشرشر. وبرضه هنبدأ نفتح لها نفس الفتحة وبالصمغ هنثبتها. ودي هنثبتها فوق القاعدة دي. هنبدأ نحط صمغ من جوه وهنثبتها عليه. هنبدأ نثبت أجزاء الفانوس مع بعض. ممكن تعملوها بلزق الشمع أو ممكن تعملوها بالصمغ. هنبدأ نحط هنا على الطرف بتاع الفانوس لزق شمع وهنثبت الجزء ده فيه اللي هو البامبي، ومن فوق هنثبت الجزء اللي هو الأزرق. علشان تدينا الشكل ده ممكن تعملوها بأي صمغ قوي عندكم، بس أنا فضلت إن أنا أعمل الأجزاء دي بلزق الشمع علشان تثبت أسرع.
اخر حاجه هنعملها هنثبت الفانوس في القاعده. هنبدا نحط لزق شمع وهنثبت عليه الجزء ده. طريقته سهله جدا وجميله وهنستناه لحد ما ينشف. بعد ما جهز الفانوس معايا بالشكل ده جهزت هنا شكل هلال وجبت هنا قطعة من الخيط او ممكن تجيبوا قطعة من شريط الستان لو انتوا حابين تعملوا تعليقة للفانوس. بعد كده هنبدأ نثبتها جوه الجزء اللي احنا عملناه الجزء الاسطواني ده. ده عشان لو حابين تعملوا تعليقة من الفانوس. انا اخترت خيط نفس اللون اللي هو بتاع الفانوس. بعد كده هنبدأ نحط لزق شمع ونثبت الهلال برضو قصيته بنفس الدرجات بتاعة الفانوس. وده شكل الفوانيس بعد ما خلصتها. يا رب يكون شكلها عجبكم. زي ما قلتلكم تقدروا تعلقوها تعملوا لها كده زي شريطة او خيط من الستان. لو حابين تعلقوا الفانوس هيبقى كده، وممكن تسيبوه كده من غير شريطة وتحطوه على اي ترابيزة او اي مكان في البيت في رمضان. يا رب تكون فكرتي عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وتكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، واستنوني الفيديو الجاي فكرة جديدة ان شاء الله.